أجلت سلطات نيوزيلندية مئات الأشخاص في منطقة كانتربيري، حيث أدت الأمطار الغزيرة لارتفاع منسوب المياه وتسببت في حدوث فيضانات على نطاق واسع. على حين غرة باغتتهم السيول، سكان كانتربري في نيوزيلندا أمطار غزيرة رفعت منسوب المياه في النهر، فكانت فيضانات عارمة اجتاحت المزارع وأحالتها إلى أشباه جزر. ذهبت إلى الفراش نحو الساعة 10 مساء أمس ولم يكن هناك أي علامة لحدوث فيضان. استيقظت في الساعة 6 هذا الصباح وذهبت إلى المزرعة، كان نصفها تحت الماء. هو ومئات الأشخاص معه أجلتهم السلطات النيوزيلندية خلال الليل. تقارير إعلامية تقول إن ما لا يقل عن 300 منزل تضرر في المنطقة. توقفت الحياة بشكل كامل، أغلقت الطرقات والمدارس وحلقت مروحيات قوات الدفاع المدني لإنقاذ أشخاص تقطعت بهم السبل في منطقة أشبورتون. ليس بفرق الإنقاذ وحسب، بل بدعم لمنازل منكوبين. القائم بأعمال وزير إدارة الطوارئ يقول إن الحكومة أعلنت صرف 100,000 دولار للسكان المتضررين. ستواصل الأمطار انهمارها وستصل المياه إلى معدل 300 مليمتر، أعلنت الأرصاد الجوية النيوزيلندية ورسمت تحذيرا نادرا أحمر في إشارة إلى أن الخطر لم ينتهي بعد.